اهلا ومرحبا بكم في قناتي. درت الكفته نتاع السردين وغادي نقول لكم الطريقه والمقادير. درت معها يقدر يكون كيلو يقدر يكون 800 غرام هكذاك، ما غاديش نقول شحال ما وزنتهاش، ولكن نقدروا نعرفوا بان احنا من كنكونوا نديروا شي حاجه نديروها شي مختلات كنديروها عندنا ميزاننا وهكذاك. مهم، غادي نديرو نقطعوا لواحد البصله، وهذيك البصله شحال ما قطعناها بواحد فوخشيط ميو، علاش؟ باش ما نقدرش هذيك تزلق داك الموس يمشي عند الاصبع، هذيك هي باش ما يجرحناش. 100 غرام تاع الروز طايب، 3 تاع طماطم، وواحد معلقه زوج معالق تاع هذا الهريسه، راه عندي في هنايا في القناه، وواحد معلقه صغيره تاع الملح، وشويه الابزار، شويه كركمه، شويه الابزار الاحمر، وهذا سردين كنكونوا قلعنا له هذاك العظام ديالو، ومن بعد كنكونوا يا نطحنوه يا الا كان دغيا في الكونجيلاتور كيكون تعجن دغيا باليدين. اذا 6 تاع هذا 6 تاع التومات، توم 3 في هنايا في الخليط، و3 في ملي غادي نقليو. اذا فغادي نخلطوا داك الروز مع زوج تاع الهريسه، معالق تاع الهريسه مع شويه الثوم، يكون شويه مطحون كتر حسن، وهكذا نضيفوا ليه ديك 100 غرام تاع الرز. من بعد غادي نضيفوا له تما شويه الملح، تاع شويه الملح، وهذيك المعلقه تاع هذيك جوج معلقات تاع الهريسه، وحتى هذاك الابزار، وشويه الكمون غير شويه، واحد المعلقه صغيره. ونقدروا هذاك الرز الا درنا 100 غرام نقدروا نشوفوا على حساب الخليط، على حساب واش نديرو كويره ولا على حساب الا نقدروا، ولكن انا درت 100 غرام وصافي. وكان شويه القزبر، ولا كان شويه القزبر وشويه المعدنوس، شحال ما كان طري حسن، كان عندي في هذاك في الكونجيلاتور وهكذا. اذا فنديروا شويه الزيت، انا درت شويه زيت الزيتون، ونديروها غادي نديروا ديك البصل اللي قطعناها صغيره، ونديروها تقلى. من بعد غادي نضيفوا لها ديك الفلفله، فلفله قطعتها صغيره حتى هي، ومع الثوم ضفت لها ديك البصل. من بعد ضفت لها شويه الثوم، شويه السكينجبير الطري، الزنجبيل طري. اذا فملي غادي نخليوه يتقلى هذا كلشي، هذا البصل، شويه سكينجبير طري يعني زنجبيل طري، ومن بعد شويه الفلفل وشويه الثوم في زيت الزيتون حتى البصل. اذا غادي نخليوه يتقلى شويه شويه. ومن بعد عندنا طماطم 3، اذا غنطحنوهم مع داك القزبر وداك المعدنوس، نطحنوه مزيان مزيان. ملي غادي نطحنوه صافي يكون عندنا ديك الخليط، ونديرو عليه المغطاة باش يولي عنده هذيك شويه البخار، باش يطيب شويه، باش ما يكونش هكذا، باش يدبال شويه. اذا فنضيفوا ليه شويه سكينجبير، شويه الابزار، شويه الكمون، حتى شويه الفلفل الاحمر، حتى الا بغينا نديرو حتى الهريسه نديروها فيها معليش، وشويه الملح. ومن بعد غادي نطحنو ديك الطماطم، نطحنوه ملي طحناهم مع داك شويه القزبر، ولا بغينا حتى المعدنوس. اذا ف نضيفوا ليه حتى شويه الماء، مهم ما تجيش عاقده، لان الطماطم وهذاك ما الا ما ضفناش الماء ما غاديش يجي عاقد، غادي يجي عاقد شويه كتر، خاصنا نضيفوا له شويه الماء. مهم ملي شفت هاد المقله درت فيها، ملي بدا غير شويه تما يغلى، غير شويه ماشي بزاف، تما بعدا نضيفوا له هذيك الكويرات نتاع هذا الكفته اللي درنا لهم كويرات، نضيفوهم ونديروا فيهم شويه واحد زوج تاع الليم، غير زوج نتاع هذا نتاع الليم قطعتهم هكذا. ومن بعد شفت باللي هذيك الجوانب ما كيطيبش فيها، اذا فدرته في واحد الطنجره حسن باش يطيب، وخليته يطيب شويه على نار شويه مجهده، لان سينو غادي يتحل، وخليته دغيا يطيب، لان سردين دغيا كيطيب. اذا فهكذا طاب وصافي، وقدمته هكذا، وكيكون مزيان والمذاق ديالو مزيان. شكرا للمشاهدة.